في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا فيها عن الـ User Defined Data Types، اتكلمنا فيها عن الـ Type Def والـ Enum والـ Struct والـ Union، واتكلمنا فيها عن الـ Pointers والكلام دوت كله. الفيديو دوت هنتكلم فيها عن الـ Search and Sort Algorithm، هنتكلم فيها بالتفصيل عن الـ Puppet Sort، الـ Linear Search والـ Binary Search. طبعا في algorithms تانية للسورت زي ال insertion sort وال quick sort selection sort وال merge وحاجات تانية. وبرضو بالنسبة للسيرش في عندنا ال jump وال fibonacci وال exponential وحاجات تانية، بس اللي احنا هنركز عليه في الفيديو دوت ال bubble sort وال linear search وال binary search. اول حاجة السورتنج، يعني ايه اللي انا اعمل سورتنج الحاجة؟ يعني لما يبقى في عندي array فانا عايز ان انا ارتب الاليمنتس اللي فيها من الصغير للكبير. ازاي اللي احنا نعمل الكلام دوت؟ احنا هنا هنعمله بالبابل سورت. يعني ايه بابل سورت او بعمل فيه ايه بالظبط؟ بترافيرس كوليكشن اوف اليمنتس، بعدي على مجموعه من الاليمنتس، بموف واحد من البدايه للنهايه على حسب الايه الترتيب بتاعهم، مين اكبر مين اصغر. طيب بنعملهم ازاي؟ عن طريق ان احنا بنمسك كل اتنين اليمنت جنب بعضهم، بنقارنهم ببعضهم وبنعمل لهم اسباب لو محتاجين ان احنا نعمل اسود. يعني هنمسك مثلا اول رقمين هنا اللي هما 77 و42، هنلاقي ان 77 اكبر من 42 فهنحتاج ان احنا نعمل سواب، فبقت كده 42 77 دي كده اول مره. جيت بعد كده قلت له ان انا معايا 77 و35 هنحتاج ان احنا نعمل لهم سواب برضو، فديت تاني مره. بعد كده هنقول ان 77 وال12 محتاجين سواب، ف هتبقى ديت تالت مرة. بعد كده 77 و101 الدنيا مظبوطة مش محتاجين السواب. بعد كده 101 و5 فدول محتاجين اللي هما يتعمل لهم ايه؟ محتاجين اللي هما يتعمل لهم السواب. وبالتالي بقت 101 هي اخر حاجة اللي هو اللارجست فاليو موجودة في البليس بتاعها. فكده دلوقتي كل الارقام لسه مش مترتبة ما عدا اخر واحدة اللي هي اكبر واحدة موجودة، يبقى احنا محتاجين ان احنا نريبيت الكلام دوت كذا مرة. تمام كده؟ طيب هنريبيته كام مرة وازاي؟ طالما قلنا ان احنا هنعمل حاجة معينة كذا مرة اللي هي اللوب اللي جوه ديت، مادام ديت هي اللي هتتكرر يبقى احنا هنعمل لوب خارجية عشان تبقى نستد لوب. كل مرة هبتدي من اول الجي بزيرو لحد لما اوصل للاخر بتاعي، صح كده؟ طيب يبقى انا كده دلوقتي قلت من البداية خالص لحد الايه؟ لحد لما اوصل للاخر، وهفضل انا اكررها عدد معين من المرات. عدد المرات دوت عملناها ازاي؟ احسبناها على انهي اساس؟ فهنشوف الكلام ده هنطبقه. بس هنا احنا مبدئين بنقول ان انا هعدي size minus one، هنقول ليه كمان شوية زي ما هنقول كمان في الانهانسمنت بتاع الجي اقل من السايز ليها حاجة احسن من كده، وهي دي اللي هتبقى الصح. بس احنا طالما هي size minus one فبالتالي لو انا عندي ان element وبعدي على كل element في كل مرة اللي انا اوديه للمكان الصح بتاعه، يبقى احنا هنحتاج اللي احنا نعمل process ديت n minus one times، ودي هتضمن لنا ان elements كلها موجودة في الايه في المكان بتاعها. نيجي بقى ازاي اللي احنا نimprove الكلام اللي احنا قلناه في الاول. فتعالى نشوف اللي احنا نطبقه. تعالى كده لو عندي array زي ديت، array فيها 6 5 4 3 2 1، المفروض ان انا هطلعها له sorted يعني 1 لحد 6 مترتبين. فمعانا هنا اللي فيها الاندكسيز من 0 لحد 5 والسايز ب6. تعالى كده واحدة واحدة هنبتدي. اول حاجة الاي بتاعتي بزيرو، وهنشوف كل مرة ايه اللي هيحصل بالظبط. يبقى احنا هنبتدي اول حاجة الاي بزيرو، والجي هنبتديها برضو بايه؟ بزيرو. وهنعمل خط في النص بين الاتنين عشان تبقى الدنيا واضحة. هنيجي دلوقتي نبتدي اول حاجة خالص، احنا بنقول ان الاي بزيرو فديت معناها ان انا في الايتريشن الاولى. طيب الجي بزيرو فمعناها ايه؟ معناها ان انا واقف هنا عند الاليمنت دوت كده وابتدي ان انا اشتغل، صح كده؟ تمام، اللي هو الاندكس بتاعي يعني الجي ديت اللي هي الاندكس. فانا بقول له ان الجي اوف الزيرو اللي هي ديت مع دي، هل الست اكبر من الخمسة؟ ايوه. يبقى هحتاج ان انا اعمل ايه؟ هحتاج ان انا اعمل السواب. هعمل السواب ازاي؟ زي ما احنا عارفين السواب بيتعمل ازاي، اللي احنا بنعمل temp وبنقول هنا ان temp دوت هيساوي element، وان الاليمنت هيبقى بيساوي الاليمنت التاني. بعد كده الاليمنت التاني هيبقى بيساوي مين؟ بيساوي الفاليو اللي في التمب.
يبقى احنا كده عملنا لهم ايه؟ عملنا لهم سواب لما لقينا ان الرقم الاول كان اكبر من الرقم التاني. فبالتالي هنيجي هنا نقول ان دي بقت 5 ودي 6 وملناش دعوه بالباقي، فدي هتبقى 4 3 2 1. تمام كده؟ طيب يبقى كده الجي كانت بكام؟ بزيرو. تعالى الايتريشن التانية هنخلي الجي بواحد، فطالما هي بواحد يبقى الايه؟ 5 هتنزل زي ما هي، ماليش دعوة خالص. طيب الخمسة دلوقتي بايه؟ زي ما هي. هنيجي دلوقتي هنا الستة والاربعة، هنحتاج السواب. يبقى دي بقت 4، ودي هتبقى بكام؟ هتبقى 6، ودي هتبقى 3، ودي 2، ودي 1. طيب هنيجي بعد كده ان الجي بقت بكام؟ الجي بقت باتنين. طيب الجي بقت باتنين، يبقى احنا برضو هتبقى 5 زي ما هي والاربعة زي ما هي، ملناش دعوة بيها. هنيجي هنا الستة والتلاتة، هنحتاج اللي هنعمل لهم سواب، يبقى ديت بقت 3، وديت بقت 6، وديت 2، وديت 1، ملناش دعوة بيها. هنيجي بعد كده هنا ان الجي بقت 3، يبقى بالتالي كل الكلام دوت هينزل زي ما هو. وهنيجي هنا الستة والتلاتة هنعمل لهم سواب، يبقى ديت بقت 3، وديت 6، وديت 1. هنيجي بعد كده هنخلي ان الجي بقت 4، يبقى كده في الحالة ديت كل دوت هينزل زي ما هو. هنيجي هنا دي هتبقى 1، ودي هتبقى 6، صح كده؟ طيب كده دلوقتي انا وصلت ان الجي بتاعتي لحد فين؟ وصلت لحد الايه؟ لحد الاربعة. طيب لو جيت ان انا اقول ان الجي بقت بخمسة، لو جيت ان انا اقول ان الجي بقت بخمسة، يبقى معناها ان انا هقارنها مع الاليمنت اللي بعديها اللي هو مش موجود تبع الاري. فبالتالي لازم الجي كقاعدة كده اهوت، هنقول ان الجي بتاعتنا تبقى ايه؟ ان الجي تبقى اقل من السايز ماينس 1، اقل من السايز ماينس 1. تمام كده؟ يبقى انا الجي بتاعتي ايه؟ اقل من السايز ماينس 1، خلاص. اللي هي ايه؟ كانت اخرها هنا 4، والسايز بتاعي كان كام؟ كان 6، يبقى السايز ماينس 1 اللي هي 5، والجي بتاعتي كانت 4، خلاص. طيب ندخل على المرة اللي بعدها، حصل ايه؟ تعالى كده هنا اهوت، هنبتدي ان الجي برضو من اول الزيرو تاني، وهنقول هنا ان الاي بقت بكام؟ الاي بواحد. طيب يبقى احنا دلوقتي كده احنا استقرينا على ايه؟ ان دي بقت 5 4 3، صح كده؟ طيب هو في حاجة بس الأول هنا، إن ديت 2 مش 3، فدي كده 2. ليه؟ عشان إحنا هنا لما كنا بنقول إن الـ2 هتتبدل، أو الإندكس التاني هيتبدل مع إندكس 3، فكده هتبقى 3 هتتبدل مع 6، وديت 2 وديت 1. فلما هنيجي بعد كده هنبدل 3 أو الإندكس التالت مع الإندكس الرابع، فهتبقى 2 مع 6. تمام كده؟ فكده معانا 5 4 3 2 1 6، دي كده اخر حاجة احنا كنا وصلنا لها في المرحلة الاولى. هنيجي دلوقتي المرحلة التانية، ان الاي هتبقى بواحد، وهنبتدي الجي بزيرو تاني. فهنقول ايه؟ هنقول هنا ان انا الخمسة مع الاربعة هنبدلهم، يبقى دي كده بقت 4، ودي بقت 5، والتلاتة هتنزل زي ما هي، والاتنين هتنزل زي ما هي، الواحد زي ما هو، الستة زي ما هي. هنيجي بعد كده هنقول ان الجي بقت بواحد، فهنقول هنا ان ديت هتبقى 4 زي ما هي. هنيجي هنا 5 مع 3 هيتبدلوا، فديت هتبقى 3، وديت هتبقى 5. هنا الاتنين زي ما هي، 1 6. جينا بعد كده قلنا ان الجي بقت باتنين، فديت كده هتبقى 4 تنزل والتلاتة تنزل. هنيجي هنا 5 مع الاتنين فهيتبدلوا، تبقى ديت 2، وديت تبقى 5، 1 6. هنيجي بعد كده هنقول ان هي بقت بتلاتة، فديت هتبقى كام؟ 4 3 2. هنيجي هنا 5 مع الواحد هيتبدلوا، فديت هتبقى 1، وديت هتبقى 5، ودي هتبقى 6. طيب جينا اللي احنا هنخليها بكام بقى؟ ب4، تمام؟ اللي هو الاليمنت الرابع مع الاليمنت الخامس، الاليمنت او الاندكس الرابع مع الاندكس الخامس اللي هي 5 مع 6. فهي كده كده مترتبه، هل محتاج ان انا ادخل اعمل عليها تشيك، او ان انا اعمل لها سواب؟
لا ليه؟ لان هي على طول هتبقى مترتبه، فبالتالي انا مش محتاج ان انا اوصل للمرحله دي، وانا مش محتاج ان هي توصل للايه، للاربعه. يبقى بالتالي كده انا الجي في المرحله دي كانت ايه، كانت اخرها اس ماينس الاي ماينس 1، يبقى السايز ماينس 1 هنخليها ايه، هنخليها السايز ماينس اي ماينس 1 ماينس اي ماينس 1، تمام كده. طيب ماشي، دي كده مبدئين اللي احنا قلنا ايه، قلنا ان الجي اقل من السايز ماينس الاي ماينس ال1. لو جينا احنا نمسح الجزء اللي فوق دوت كله عشان نكمل كده اهوت، هنيجي هنا تاني نقول ان الايه، ان انا اللي وصلت له هنا ان ديت بقت 4 وديت 3 وديت 2 1 5 6، تمام كده. نمسح الكلام هنا وايه ونكمل. طبعا احنا برضو هنمسح الجزء اللي هنا خالص تبع الجي عشان ما يتلخبطش، والاي هتفضل زي ما هي ملهاش اي مشكله كده. دلوقتي احنا لما هنيجي نبدا، هنبدا ايه، هنبدا ان الاي بقت ب 2 والجي بتاعتنا بزيرو، فهنيجي نقول هنا 4 في 3 هنحتاج ان احنا نعمل لهم ايه السواب، يبقى دي كده بقت 3 ودي بقت ايه 4، وطبعا دي 2 زي ما هي 1 5 6. هنيجي بعد كده ان الجي بقت بواحد والاي زي ما هي باتنين. طيب هتيجي تقول لي ايه، هتيجي تقول لي هنا دلوقتي ان الواحد مع ده يبقى كده الاتنين مع الاربعة، يبقى هنحصل لهم السواب، يبقى كده بقت اتنين اربعة والباقي زي ما هو اللي هو واحد خمسة ستة، تمام. وديت ايه التلاتة زي ما هي هنا. طيب هنيجي بعد كده الجي بقت بكام دلوقتي، الجي بقت باتنين، يبقى انا كده هاجي عند ديت تبقى واحد اربعة وديت خمسة ستة، ودولت ايه زي ما هما تلاتة واتنين. طيب هنيجي بعد كده هنخلي ان الجي بكام، بتلاتة، فهتيجي تقول لي هنا دلوقتي التلاتة اللي هي مين، اللي هي دي صح كده، اللي هي اربعة وخمسة، هل محتاجين ان احنا نعمل لهم سواب؟ لا. طيب لو جينا احنا نشوف هنا، احنا بنقول ان الجي اقل من السايز ماينس اي ماينس 1، طيب السايز بكام، ستة ماينس الاتنين باربعة ماينس واحد تبقى بتلاتة، يبقى انا اخري كام بالظبط كده، يبقى انا اخري اللي هي تكون تلاتة، مش محتاج ان انا اوصلها لايه، لاربعة. طيب نيجي اللي احنا نزود الاي، نخليها بكام، نخلي الاي بتلاتة. طيب لما الاي تبقى بتلاتة فانا هبتدي الجي بدايتي برضو من الزيرو تاني، هو كده ان الجي تبقى بكام، زيرو. فهنقول هنا التلاتة والاتنين هنحتاج سواب، او هنحتاج سواب، يبقى كده اتنين تلاتة، بعد كده ديت واحد اربعة خمسة ستة، صح؟ طيب الجي بقت بكام؟ الجي بقت بواحد، فهنيجي هنا نقول التلاتة مع الواحد يبقى هيتبدل، يبقى واحد تلاتة ودي تبقى أربعة ودي تبقى خمسة ودي تبقى ستة، والواحد هنا الاتنين هنا زي ما هي. طيب دي كده بقت ايه؟ اتنين. يبقى أنا هقول له إن التاني مع دي تبقى كده التلاتة مع الأربعة مظبوطة، مش محتاجة اللي احنا ايه، مش محتاجة اللي احنا نعمل فيها حاجة. لو جينا اللي احنا نشوف برضو ان انا الجي اقل من السايز ماينس اي ماينس 1، السايز بكام، ستة ماينس التلاتة هتبقى بتلاتة، تلاتة ناقص واحد اتنين، يبقى انا الجي اقل من مين، اقل من الاتنين، يبقى انا مش محتاجة ان هي توصل للاتنين. طيب هنيجي نمسح الكلام دوت عشان هنبدأ من اول الزيرو تاني. تعالى كده هنخلي ان الاي بكام، الاي دلوقتي بقت باربعة، الاي باربعة والجي بزيرو، فهنيجي نقول هنا الاتنين والواحد، اتنين وواحد هنحتاج سواب، اه هنحتاج سواب، ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، تمام كده. طيب هل هنحتاج ان الجي تبقى بواحد؟ تعالى نشوف كده هنا اهوت، الجي اقل من السايز ماينس اي ماينس 1، السايز بكام، ستة ماينس الأربعة هتبقى باتنين ناقص واحد تبقى بواحد، يبقى هي الجي أقل من الواحد، يبقى أنا مش محتاجة إن هي تكون إيه، واحد. ولو فعلا بصينا هنا مش هنلاقي، مش محتاجة إن هي تكون أقل من الواحد، لأن هي أصلا إيه، اتنين وتلاتة،
فخلاص مترتبة مظبوطة، مش محتاجين أي حاجة. تعالى بقى كده نشوف الايه الـ ID. آخر حاجة وصلنا لها كانت كام؟ يعني دلوقتي كده خلاص دي بقت sorted، يعني دي كده خلاص بقت ايه، بقت sorted. الـ ID دلوقتي آخر حاجة وصلت لها كانت 4. طيب هل أنا محتاج إن أنا أكمل؟ مش محتاج إن أنا أكمل، خلاص كده تمام. يبقى احنا قلنا إن الـ I هتبقى أقل من الـ size برضو، صح؟ أقل من الـ size، بس هتبقى أقل من الـ size بس ولا أقل من الـ size minus 1؟ أقل من الـ size minus 1. لو جيت اللي احنا نشوفها كده فبنقول إن الـ size بتاعنا 6 و minus 1 هتبقى بـ5، إن الـ I أقل من الـ5 يعني الـ I آخرها كام؟ آخرها 4، ودوت اللي حصل فعليا. يبقى احنا كده وصلنا ان الـ i اقل من الـ size minus 1 والـ j اقل من الـ size minus i minus 1، وهو دوت اللي احنا بنقوله هنا، ان انا بدأت الـ i من اول الزيرو لحد الـ size minus 1، وكل مرة كنت بزود جوه اللوب ديت عملت اللوب التانية اللي انا ببدل فيها الارقام والحاجة، وقلت له هنا ان الـ j بدايتي من زيرو والـ j اقل من الـ size minus i minus 1 والـ j plus plus، وجوه هنا بقول له لو ان الـ array of الـ j كانت اكبر من الـ array of الـ j plus 1 هيعمل لهم سواب. تمام كده. نيجي دلوقتي للسيرش. انا بعمل دلوقتي سيرش على element معين في array مثلا. لو معايا array فيها 10 ارقام فانا عايز اعرف رقم 5 كان موجود وسطهم ولا لا. تمام كده. فبنعمل الكلام ده عن طريق حاجه من الاثنين دلوقتي، يا اما linear search يا اما binary search. نبتدي اول حاجه linear search. linear search بعمل ايه؟ بكل بساطه معايا الاري كامله زي ما هي، وبعدي عليها element element بقارنها بالايه باللي انا عايزه. لو لقيته بريترن الاندكس بتاعه، لو ما لقيتهوش بريترن minus 1. linear search بيشتغل مع sorted والunsorted array. يبقى ناخد بالنا ان linear search بيشتغل مع sorted والunsorted array. بيتعمل ازاي؟ زي ما قلنا ان انا معايا الفانكشن بتاعت linear search هتاخد الاري والكي والسايز. طيب السايز ليه؟ عشان لما نيجي في اللوب هنا هنقول ان الاي اقل من الايه، اقل من السايز. انا بادي من البدايه خالص لحد اخر element، من اول element لحد اخر element. لو الاري اوف الاي كانت بتساوي الكي فمعناها ان انا لقيته، يبقى هريتيرن الايه الاندكس بتاعه. لو ما لقيتهوش يبقى انا بريتيرن ماينس 1. ده كده linear search بكل بساطه. طيب الباينري سيرش بقى هنستخدم هنا الريكيرجن عشان نوصل لفاليو معينه اعرف هي موجوده ولا مش موجوده. الباينري سيرش لازم تكون الاليمنتس مترتبه من الصغير للكبير، يعني لازم تكون الاري سورتد، على عكس linear search ان هي مش لازم تكون sorted. لو الفاليو موجوده هيبقى الاندكس ايه returned، لو مش موجوده هي returned minus 1. each execution of a recursive method reduce search space by about a half. يعني ايه؟ يعني اللي بيحصل ان انا ببقى معايا الاري بقوم اجي اقف عند نصه اشوف الرقم اللي انا بدور عليه، هل هو بيساوي النص ولا هو اقل من النص ولا هو اكبر من النص. وبناء على كده ببتدي ان انا كاني معايا اري تانية وببتدي ان انا ادور في الايه في الجزء دوت. هو انا فعلا مش معايا اري تانية، هو انا في نفس الاري بس معايا سايز معين من اول اندكس كذا لحد اندكس كذا، وهنشوف الكلام دوت ازاي اللي احنا بنعمله. هنا بنقول نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه، ان انا لو بدور على فاليو اقل من الميدل فبالتالي هو السكند هاف هيبقى ايه، هيبقى ignored. يعني انا دلوقتي معايا array sorted، فبالتالي لو انا بدور على حاجة اقل من النص يبقى انا الجزء اليمين او اللي هو النص التاني هيبقى ignored. ولكن العكس هيحصل لو ايه، لو انا بدور على حاجة اكبر من النص. طيب ايه دي كده دوت الايه السود كود بتاع الباينري سيرش. فاحنا بنقول هنا اول حاجة لازم نعمل الايه الكونديشن اللي هي لو الفيرست اكبر من اللاست. ايه هو الفيرست وايه هو اللاست؟ انا دلوقتي معايا array من اول ايه first لحد ايه last، من اول element اللي هو الفيرست اللي هي index of 0 مثلا لحد ايه last اللي هو ايه اللي هو اخر element. فانا طالما ان الفيرست اقل من اللاست فمعناها ان انا الدنيا معايا مظبوطه، يعني الاندكس الاولين اقصد من الاندكسين وهكذا. لو لقيت ان الفيرست بقى اكبر من اللاست فمعناها ايه؟ معناها ان انا عكست الدنيا، يبقى في الحاله دي هيريتيرن ماينس 1 اللي هو ما لقاهاش. إلس هنعمل ايه؟ هنقول له ان الميد بيساوي النص بتاع الاري، الاندكس اللي في النص بتاع الاري اللي هي الايه؟ الميد بوينت بتوين الفيرست اند اللاست. وطبعا لو هي رقم فردي، يعني لو احنا قلنا ان اللاست ماينس الفيرست كانت برقم فردي، فبالتالي لما نيجي احنا نقسمه على الاثنين
هيدينا رقم زوجي اقل منه، زي مثلا لما كنا بنقول من 0 ل 9، ف9 ناقص 0 بكام؟ ب9. 9 على 2 بكام؟ ب4.5. بس 4.5 احنا مش عايزين انتجر، في الحاله دي هتبقى كام؟ هتبقى 4. فهو ايه؟ تقريبي. لكن لو هي كانت الفرق كان زوجي، فاحنا بنقسم على 2 هيدينا رقم مظبوط والدنيا تمام. طيب بعد كده، بعد لما احنا معانا الميد، فبنقول لو الكي اللي احنا بندور عليها بتساوي الاي اوف الميد، اللي هي الاراي اوف الميد، يبقى في الحاله ديت هو لقاها، يبقى هي ريتيرن الميد. هو طبعا بيريتيرن الايه؟ الاندكس. تمام كده، احنا بنريتيرن الاندكس. لو الكي كانت اقل من الاي اوف الميد، يبقى احنا هنعمل ايه؟ يبقى انا دلوقتي كده الاراي اللي انا بدور فيها انا هاخد منها من البدايه لحد مين؟ لحد الميد. يبقى هنريتيرن الفاليو او السيرش بتاعنا هيبقى من اول الاي فيرست لحد الاي ميد ماينس 1. طب ليه اي ميد ماينس 1؟ لان انا الميد نفسها ما لقيتهاش، يعني انا كنت بقول ان الكي بتساوي الاي ميد فهي ما حصلتش، يعني انا دلوقتي ما لقيتهاش اللي هي بتساوي الايه؟ الميد. يبقى انا اكيد اخري هيبقى ايه؟ هيبقى الميد ماينس 1. ليه؟ عشان الكي اقل من الاي اوف الميد. طيب غير كده بقى، لو الكي كانت اكبر من الاي اوف الميد، يبقى احنا في الحاله دي بنقول ان اللي انا هدور عليه اكبر من اللي في الميد. يبقى انا بدايتي هتبقى من اول الميد بلس 1 لحد مين؟ لحد اللاست. تمام كده، دوت كده الايه؟ الالجوريزم بتاعنا. طيب ازاي اللي احنا بقى نعمل الكلام دوت؟ في عندنا طريقتين، في عندنا طريقه ريكيرسيف وفي طريقه ايتريتيف. هنبتدي اول حاجه ريكيرسيف وهنشوف بتعمل ازاي، بعد كده هنشوف الايه؟ الايتريتيف. بنقول ايه؟ بنقول ان انا معايا الباينري سيرش اهي كده، ادي دي الفانكشن بتاعتنا، هتاخد الاري، هتاخد اللو والهاي والكي. اللو اللي هو اول اندكس، والهاي اللي هو اخر اندكس، والكي اللي هو اللي انا بدور عليها. بنقول لو اللو كانت اقل من او بتساوي الهاي، فمعناها ان انا الاندكسز مظبوط. طالما ان الدنيا تمام، يبقى انا كده شغال في السليم. لو لقيت ان حاجه عكس كده، يعني لو لقيت ان اللو اكبر من الهاي، فديت معناها ان انا ما لقيتش الاليمنت اللي انا بدور عليه، فبالتالي هريتيرن ايه؟ هريتيرن ماينس 1. طيب لو انا لقيت الدنيا تمام هيحصل ايه؟ هقول له ان الميد بيساوي اللو زائد الهاي على الاثنين. الميد بتساوي اللو زائد هاي على الاثنين، عشان عايزين نقف ايه؟ في النص. طيب لو لقيت ان الاري اوف الميد كانت بتساوي الكي، فمعناها ان انا لقيته، يبقى هريتيرن الايه؟ هريتيرن الميد. else if ان الاري اوف الميد كانت اكبر من الكي، يبقى انا كده الكي اصغر منين؟ اصغر من النص. الكي اصغر من النص، يبقى انا كده بشتغل على انهي جزء؟ بشتغل على الجزء الاولاني. يبقى انا هبعت للفانكشن تاني الاري واللو اللي هو البدايه بتاعتي، بس اخرها هيبقى مين؟ اخرها هيبقى الميد ماينس 1، وهنبعت لها كمان الايه؟ الكي. طيب غير كده، يعني طالما ديت ما حصلتش وديت ما حصلتش، يبقى اكيد هيدخل هنا على ديت اللي هي هيريتيرن ايه؟ هيريتيرن الاري والميد بلس 1 والهاي والكي. ديت اللي هي ايه؟ ديت اللي هو لو لقى ان الاري اوف الميد كانت اقل من الكي، فبالتالي ان الكي كان اكبر من النص، يبقى انا بدور في الجزء الايه؟ التاني. يبقى انا بدايتي هتبقى الميد بلس 1 واخرها هيبقى مين؟ هيبقى الهاي. وطبعا قلنا لو الكلام دوت ما حصلش، فبالتالي بيريتيرن ايه؟ هيريتيرن ماينس 1. طيب نيجي للطريقه الايتريتيف، هي نفس الفكره بالظبط، بس الفرق هنا ان انا بدل ما اعملها بالشكل دوت، لا عملتها كده لوب، وقلت له وايل ان اللو اقل من او بتساوي الهاي، طول ما اللو اقل من او بتساوي الهاي فمعناها ان انت الدنيا مظبوطه. فهتيجي تعمل ايه؟ هتقول ان الميد بتساوي اللو زائد الهاي على الاثنين، ولي لو الاري اوف الميد كانت بتساوي الكي هي ريتيرن الميد، else if ان الاري اوف الميد كانت اكبر من الكي، فبالتالي كده الكي اقل من النص، وانا بدور في النص الايه؟ الاولاني. طالما انا بدور في النص الاولاني، يبقى انا اولي هيبقى اللو واخري هيبقى مين؟ هيبقى الميد ماينس 1. فقلنا ان الهاي هتبقى بالميد ماينس 1، إلز هنقول له ان اللو بتساوي الميد بلس 1. طول ما ان اللو اقل من الهاي او بيساويها، فهو هيفضل ايه؟ هيفضل يدخل هنا. تمام كده. طب هو هيريتيرن امتى؟ هيريتيرن لو لقى في الميد، يبقى انا لو لقيته في الميد هيريتيرن. غير كده انا بساوي الايه؟ اللو والهاي بالقيمه المناسبه ليهم، وبدخل في اللوب تاني. طيب لو انا خلصت وصلت لحد ان الهاي بقت اقل من اللو، او اللو بقت اكبر من الهاي، ففي الحاله ديت انا ما لقيتش الاليمنت بتاعي، فهريتيرن ماينس 1. طبعا احنا ازاي بنبعتها في المين او في الفانكشن الاساسي بتاعتنا اللي احنا بننادي عليها؟ بنقول باينري سيرش، بنبعت لها الاري و 0 اللي هي اول اندكس، والسايز ماينس 1 اللي هو اخر اندكس، لان انا لو عندي السايز 6 فاخر اندكس هيبقى ايه؟ بالظبط كده، اخر اندكس هيبقى 5، فبنبعت له السايز ماينس 1 وبنبعت لها الكي. تمام كده. طيب
ازاي اللي هو بيشتغل. لو انا معايا array بالمنظر دوت وبدور على 63، فالمفروض ان احنا 63 اهي، بس انا عايز ادور عليها. يبقى انا معايا البداية اللي هي الفيرست بزيرو، واللاست بكام؟ 9 الاندكس. بعد كده هقول ايه؟ هقول 0 زائد 9 هتبقى 9 على الاتنين تبقى بكام؟ تبقى 4. يبقى انا الميد بتاعي اهوت كده هنا. طيب نمسك الفاليو اللي هي الكي اللي احنا بندور عليها، ال 63، لانها اكبر من النص. يبقى احنا بالتالي هنشتغل في انهي جزء؟ هنشتغل في الجزء الايه؟ التاني. البداية بتاعتي هتبقى 63 والاخر بتاعي فين؟ 90. طبعا هي لازم تكون ايه؟ لازم تكون سورتد. طيب احنا دلوقتي بندور على مين؟ بندور على ال 63. فهل دلوقتي ال 63 بتساوي الميد؟ هل ال 63 تساوي الميد؟ لا. ليه؟ لان دي 80. طب هل هي اقل منها؟ اه. يبقى احنا كده هندخل فين؟ هندخل في الجزء دوت اللي هي من اول 63 لحد مين؟ لحد 75. خلاص كده تمام. لو جينا احنا نجيب الميد هتبقى بكام؟ هتبقى 5. 5 اهيت. هل ال A في الميد بتساوي ال كي؟ ايوه بتساويها. يبقى احنا هنريتيرن ايه؟ هنريتيرن 5. تمام كده. طيب لو احنا كنا دورنا وما لقيناهوش، يعني لو كنا دورنا بندور مثلا على رقم زي 100، تمام كده، فاحنا بدأنا من البداية خالص، قلنا ايه؟ قلنا ان هو اكبر من الميد، فقلنا ان احنا بدايتنا من 63 لحد ال 90، خلاص كده تمام اللي هي الاندكسيز ديت. فقلنا نشوف فين الميد، اهو ال 80. طب ال 100 اكبر من ال 80، يبقى احنا المفروض ان احنا بندور في الايه؟ في الجزء الاخير. فبالتالي معانا الفيرست ب 85 واللوست 90. لو جينا اللي احنا نشوف الميد في الحاله دي هتبقى كام؟ هتبقى 85. فبالتالي هو هيبقى اكبر من الميد. طالما هو اكبر من الميد يبقى احنا هنروح على مين؟ على اخر واحد، مش هنلاقيها موجوده، يبقى كده ايه؟ يبقى احنا هنترن ماينس 1. خلاص كده تمام. ففي ثوابت عندنا اساسيه واحنا شغالين في السيرش. اول حاجه ان مفيش انفينيتي ريكيرجن، مفيش انفينيتي خالص، عشان احنا في عندنا بي اس كيس على طول. فانا يا اما بزود الفيرست يا اما بنقص اللاست. لو ما لقيتهوش فهتقولي على طول ان الفيرست ايه؟ اكبر من اللاست، او ان اللو كان اكبر من الايه؟ الهاي. لو ان الفيرست كان اكبر من اللاست يبقى في الحاله ديت ايه؟ مفيش اري ايليمنت بتوين الايه فيرست والايه لاست. لو في الحاله ديت الكي مش موجود وهريتيرن ايه؟ هريتيرن ماينس 1. تمام كده. لو لقيت ان الكي بتساوي الايه اوف الميد يبقى انا هريتيرن الايه؟ الميد. طيب لو لقيت ان الكي كان اقل من الايه اوف الميد، يبقى في الحاله ديت المفروض ان انا الرقم اللي بدور عليه هيبقى من اول الفيرست لحد الميد ماينس 1. ولو لقيت اللي هو اكبر من الميد يبقى في الحاله ديت اللي انا بدور عليها من اول الميد بلس 1 لحد مين؟ لحد اللاست. لو ما لقيتهوش في اي مكان من الاماكن ديت يبقى هو ايه؟ يبقى هو مش موجود. تمام كده. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، اتكلمنا فيه عن البابل سورت واللينير سيرش والباينري سيرش. طبعا المفروض ان الحاجات ديت اللي كانت ليها الكومبلكسيتي بتاعتها سواء كانت سبيس او تايم، بس مش موضوعنا اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي في السي بيزكس. فبالتالي ان شاء الله ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديوهات تانية لو في وقت كده، او لو محتاجين ان احنا نعمل كده. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن الفايل بروسيسنج. لو في اي حاجه مش فاهمها من الفيديو دوت تقدر تعيده كذا مره، تقدر تسال في الكومنتات او على جروب الفيسبوك، هتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو. ان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي، بالتوفيق ليكم.